هلا لا شوف 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 كل الابواب الاربع كلها مفتوحه مضبوط. شوف افتح اول شيء القفل هذا، فتحت القفل بعدين علق على زر القفل حق الابواب. يا عيني شوف 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 اسكر البنورامة هذه يسكر، لو النواف مفتوحة راح تسكر حتى النواف. ابداع ابداع من الصانع الكوري. اسعد الله مساكم بالخير يا هلا ومسهلا بالزوار مساكين جدد، نوري قناتكم من مدينة العلا بالسعودية، مدينة الثقافة والحضارة والتراث والإرث القديم، بدعوة خاصة من جينيسيس الشرق الأوسط ووكلاء جينيسيس بالسعودية. الحفل وتدشين وتجربة سريعة الجينيسيس جي 90 الجيل الجديد، تغير جذري بالكامل. تعالوا مع بعض خلونا نشوف هالفخامة الكوري. أول شيء طبعا اللي جالس يصور ورا هناك أبو حمد، حبيب قلبي متحمس الذيب يا حبيبي والله. والله يا أبو بندر نتعب. صدق؟ والله نتعب على السوق. يعني لازم اسوي لك اشتراك، لازم تشتركون معه. لازم تشتركون معه، بحط حساباتك تستاهل حبيبي قلبي والله ابو حمد. اول شيء يعتبر جيل جديد بالكامل، الجيل هذا السياره هذا الحجم صارت اطول ب 70 ملي من الموديل اللي قبل واعرض ب 15 ملي. بس وش اللي يخليها تحس انها صغيره كحجم؟ لانها اقل ارتفاع ب 5 ملي. وبالنسبه للمحركات فهي محرك واحد، لكن في شيء تيربو وفي شيء تيربو مع شاحن كهربائي وبطارية 48 فولت. بطارية 48 فولت هذه راح تعطيك يا طول عمر والسلامة. أول شيء تشيل اللاج، ثاني شيء تصرفية الوقود زي نظام البطاريات 48 فولت اللي بسيارات مرسيدس. المحرك الثاني اللي هو كلهم نفس الحجم، هذاك راح يكون تيربو بقوة 380 حصان والعزم 540 نيوتن. والمحرك اللي معنا هذا اللي فيه شاحن كهربائي راح يكون فيه طول العمر والسلامة بقوة 415 حصان والعزم 560 نيوتن، والجير 8 سرعات. خلونا أول شيء نركز على التصميم والشكل الخارجي والداخلي، وباقي الأشياء احنا جربناه تجربة سريعة، باقي الأشياء إن شاء الله راح نجربها لكم زين ونفصل لكم تفصيل بإذن الله. أول شيء خلو أوريكم المفتاح. المفتاح تحفة فنية، تقدر تقدم السيارة وترجع السيارة، وجاي مفتاحين واحد أبيض واحد أسود. شو هذا؟ قفل وهذا الترجيع. وخلونا أوريكم الإضاءة. شوف الإضاءة، شوف 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 عندك يا طويل السلامة. فليشر جايب نفس الإضاءة، بشغل لكم نور تشوفونه. الشيء الغريب والتصميم الجديد اللي أنا لاحظته وقليل تلقاه بنفس السيارات، أقرب مال البناميرا. شوف الكبوت جاي قطعة واحدة، شوف جاي، المفروض بالعادة الكبوت يجي إلى هنا صح؟ هذا لا، جاي كامل إلين هنا، شايفين؟ هذا مكان الفاصل بين الكبوت وبين الرفرف. وش راح يعطيك؟ راح يعطيك انسيابية أكثر. الملامح الأمامية نفس ملامح وخطوط جينيسيس المعروفة، بس جاية قصات حلوة وأنعم من القصة اللي قبل. شوفوا جاي الشبك على شكل 3D وقصات مهينات وعلى 3D، شوف كانوا جاي في وعد. شعار جينيسيس الكبير راح يكون هنا، الرادار وين راح يكون؟ هنا وهنا. الموتر كتصميم خارجي وداخلي صراحة يفوز معنى الكلمة. شوف الجنوط راح تجي بعدة مقاسات، واللي معنى هذا مقاس 20. شوفوا ما شاء الله الإضاءة واللد راح يكون على جهة الأبواب. شوفوا 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 الفخام، شوفوا شوفوا شكل الورا. أكثر شيء عجبني اللون الأسود صراحة، اللون الأسود كلام كبير. إذا أنت من الناس اللي تحب الجمل ولون غامق لا تتحدى. أوريكم الجهة الجانبية. ريان حبيب قلبي منور، هلا هلا بك اكثر. شوفوا الجهة الجانبية، بوريكم اشياء حلوة. شوفوا الزيك الجانبي كروم، مقابض تدخل وتطلع، الابواب تقدر تسكرهن عن طريق الريموت وتقدم السيارة، كل الاشياء هذه موجودة. بوريكم البروز العجيب اللي جاي ورا، شوفوا شوفوا
يعني الخطوط تشوف تصميم يعني ما في تقييدات، جامع ما بين الكلاسيك وما بين العصري، وفي لمسات عصرية صراحة ورايقة. شوف مقابض الأبواب، شوف شلون تطلع، شوف البروز اللي يقول لك كم الصبات الـ LED، شوفوا البروز هذا هو، شوف البروز ذكرني بروز البناميرا والبنت اللي في لانكس بير، شوفوا طالع البروز هذا يعطيك جمال اكثر. واكثر شيء تلاحظون الموتر صار شبابي اكثر وسبورت اكثر عن الموديل اللي قبل. الداخلية كلام كبير، كلام كبير الداخلية. أوريكم أول شيء، ودي أوريكم الشنطة قبل، بحركة ذكية وبكل شيء. تعال أوريكم الصف الثاني، شوفوا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. والله يا الموتر يا ناس انه في فخامة عجيبة. شوفوا هذا الزر للباب احتياطي، اذا فضت البطارية تضغطه راح يفتح لك الباب. جالس يقدم بالريموت، قدم قدم ترى توقف ما عليك. شوف ولا علي، اي ابد لان الرادار مستشعر. اي لا لا شيء صح والله، اللون الاسود عجيب. رادارات ذكية في السيارة ترجع السيارة والله نفسه يجرب جميل. بصير قدام، بصير قدام انا ويلا قدم يلا. ترى عليك التصليح ها. يلا مجرد ما يستشعر على طول ودي هاي. جاي والله اللون الاسود ملك. نرجع لموترنا، ترى كفرات تلف بعد اللي ورا يقولون. ما شاء الله يا النعومة، ما شاء الله يا النعومة. مبدئيا وبندر وش رايك بالموتر؟ أول ما تركب الموتر التصميم الخارجي والداخلي هذا متهم منه، لكن أول إحساس راح تحسه بالنعومة. الموتر فيه نعومة عجيبة. التعليق ذكرني صراحة بسيارات الأودي الـ A8، في نعومة وسلاسة بالتعليق. العزل ولا غلطة، 10/10 ما شاء الله تبارك الله، لا الأرضي ولا اللي فوق. في انسيابية بالمنعطفات، إذا غيرت وضعية القيادة المراتب تلمك. الموتر في روقان للناس اللي يحبون المواتر الهادية. خلصت تجربة، تجربة سريعة وعلى الطاير، لكن وعدنا إن شاء الله بتجربة حقيقية لمسكناها بخط الحائل بإذن الله. نعطيكم معلومة وتفاصيل، وشوف كم تمشي بنزين وكل السوالف اللي عودناكم عليها بإذن الله. بس مبدئيا الموتر ما كأنه جينيسيس أبد، ما كأنه سيارة كورية أبد، فرق كبير عن الموديلات اللي قبل. طبعا كامل المواصفات، حساسات، مستشعرات، رادار، تنبيه صادم امامي خلفي جانبي، الانظمه المعروفه في سيارات جينيسيس كلها موجوده. القياده الشبه ذاتيه طبعا ما تقدر تشغله، لازم يصير فيه خطوط. نركب اوريكم الفخامه. انا قلت لكم اول شيء تحكم من وين. شوفوا 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 الدرع، شوفوا الدرع، شوفوا الدرع يا ناس،
هنا في كاميرا تطلع لك اذا احد جاي مار تطلع لك كاميرا تدري ولا لا؟ يا ناس يا ناس يا فخامة مطلقة صراحة. انت جالس تشوف اطلق وافخم المواد بالسوق الكوري، يعني الجلد ما كان سيارة كورية ابد ابد. خلو اوريكم الحين هنا سماعات الراس والموسيقى الفيديو الاضاءة المحيطية وكل القيادة تتحكم بها تصير على كيفك. اللون هنا شوف هذه الاضاءة المحيطية ازرق هذا عشان يبين. شوفوا ما شاء الله تبارك الله. طيب خلونا اوريكم الحين التحكم الخلفي اللي جاي شاشه مدمجه. هنا عندك المكيف وهنا القائمه الرئيسيه تقدر تتحكم فيها بالشكل هذا. هذا الهو هنا بالشاشه شوف، هذا حق خاص بالشاشات. اذا تبي الشاشه الثانيه تضغط كذا. فهذا الفرات تقدر تتحكم بالشاشات. زر القفل حق الباب من هنا شو هذا هو. ما شاء الله تبارك الله استهار الكاميرا يا ناس والله العلي العظيم بدعوا بشكل عجيب. يعني انا اقول لهم تكفون لا يكون سعره غالي بس يعني موتر جميل بشكل عام. انا اشوف صراحه يصلح متوسطين الطول، الطويل اذا انت لحالك تركب قدام ما عندك مشكله. بس هي بشكل عام حتى اذا رجعت المراتب لا. بعدين السقف اول هذاك كان مرتفع الحين لا هذا شوفه نازل. شوف سماعات بانج اند دولفسن لا تقل عن 20 سماعه. خلينا نشوف وش الاشياء الموجوده هنا بشكل سريع. عشان الشباب جالسين يصورون هذا حق الستاره. والله الاضاءات. وش بعد وش بعد؟ مهام ستاير شوفنا كل هذول الأشياء موجودة هنا. زر التحكم هو بالشاشة شوفنا شحن وايرلس خارج تايب سي من إلى. وهنا الفخامة اللي موجودة جهة السواق. شوف جهة السواق الباب من وين تفتحه من هنا نفس يسكر كهرب الباب ترى. شوف 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 شكل السماعات يا حلو. المقدر فتحت التكييفين وهنا القياده وما قياده جربناها احنا بشكل ان شاء الله نفصل لكم. شوف ما شاء الله تبارك الله. شوف الفخامه يا ناس والله يا هو فخم يكب كب فخامه. شوف 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 الوضعيات شوف الوضعيات سماعات جاي كل مكان الإضاءة التخشيب أشياء غريبة صراحة تصميم يعني ولا غلطة. شوف قبل شوي أنا أول ما أتركب تضغط فرامل راح تسكر الباب زين. شوف 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 زين قبل يسكر كانت رجلي برا وخفت كنت خاف يسكر عليها ثوب يطالع انا شوي جسمي رد عليه جهه الثوب ولا تسكر. يعني ما عندك مشكله انه في حساس اذا جت اذا جاي بيسكر يرد. شوف بجرب طلع رجلي شوفون يعني ما عندك مشكله راح عادي ما سكر ما يكمل لا تخاف. الشاشه هنا مخرج الشاشه مقاس 12 انش هنا 12 انش. الطار الفخمه اللي جاي شكله وتصميمه حلو معنى الكلمة صراحة. أعطونا رأيكم وش في سيارة أجمل من هالطارة جاية بسيطة بدون تخشيب بدون شيء بس جميلة. السيمات هنا تقدر تغير شكلها ونسكر الباب طبعا نفس الوضع تقدر تسكر الباب. هنا زر الكاميرا تقدر تسكر الباب السواق والراكب. هنا زر كل التحكم بالشاشة وهذا الجير الكهرب اللي يتغير بنفس لون الإضاءة. نسكر الباب الإضاءات هنا ودي شغل كيف حرر الله يرحمه ابو حمد اليوم عندنا طول العمر والسلامه.
تقدر تتحكم بزرار من هنا ومن هنا. شوف هذا تقدر تحط اي اختصار تبيه بالزر هذا. وهذه طول العمر القائمة اللي يعطيك الواقع المعزز زي اللي شفتوه احنا نسوق السيارة. صراحة ابداع. عندنا بعد الاشياء هذه، شوف كل الاشياء موجودة. الاضاءة، شوف القطع العجيبة والغريبة اللي حاطينها هنا امتدادة غريب. صح كل الشركات قاموا يتجهون الشاشة كذا بالعرض، هذا جايبينها لك بشكل عجيب. حطي لك زر هنا حق الشنطة، وهنا الزر حق التحكم بالإضاءة. يعني تقسيمة حلوة وميزة حلوة أو خدمة بسيطة تقدر أنت تحطها هنا بالشكل هذا. ودي نطول عشان الشباب. طبعا في عندك هنا كاميرا، هنا كاميرا، وهنا بعد بالنص كاميرا. الله يدلع. يا ليت صديقي الياباني يتعلم من الكوريين. نبي بس الشاشات. شوف هذه شاشات مقسمة بالشكل هذا. عندنا أول شيء إعدادات ثلاثي جاي بالشكل هذا. زين الحين نزر الكاميرا. شوف دقة الكاميرا 3D، تبي واسعة، كل الأشياء موجودة. بدون الشيء المهم أوريكم إيش اسمه الترجيع وتسكير كور كامل جاهز قصة 3D مع إضاءات محيطية، فيها مساج، هي تحكم كرسي الكهرب، ذاكرة تخزين، كل شيء كل شيء كل شيء موجود، كل شيء موجود وبسيط وسهل. هذه أزرار كلها خاصة بالمكيف، حتى التعطير موجود. الشاشة جايب حجم تقريبا 6 إنش. هذا التحكم، درجة الحرارة تقلل تنزل، تشغيل، كل عارفين وسهلة. شاحن وايرلس هنا، تايب سي بكل مكان. البوري الوريك او ودي افتح لك بس اكثر من هذه الاضاءات. ما الاضاءات كلها LED. افتح سكر وش بوريكم بعد. ايه خليني اوريكم شلون ترجع السياره وباقي الاشياء الثانيه. شوفوا هذه الماكينه سلندر تيربو مع الحجم. شوفوا تيربو دي جي اي الكتريك سوبر تشارج. سوبر تشارج يعني موجود فيها التيربو في 6 وين تيربو. حلو سوبر تشارج كهربائي. حلو زايد البطاريه 48 فولت. هذا كله مع بعض هم سووا سلكت اول. والله العظيم بس تعتبر تقنية جديدة. هذه تقنية ممتازة. لا تعتبر موجودة حاليا في طبعا خلينا نقول العلامات الفخمة الأوروبية. لكن طبعا هذه أول مرة تنزل. والله هي أول مرة تشوفها الحين على هذا السلع. تعطيك قوة أكثر وصرفية بنزين أفضل. لا وتسارع قوي. اللاك التأخير اللي عندك اللي تشوف التربوت تختبي في هذه الكهرباء الموجودة سوبر تشارج القوي اللي فيها. يا حبيبي يا ابو حمد فزتها حلوه يا عبد حي. ان شاء الله خط الحائل انا وياك. الله يبيلك. شوف قصه الباب قصه الكبوت. معليش قصه الكبوت هذه يسمونها الشل على شكل محاره. ديزاين جميل. ايوه لاحظ الكبوت شلون جاي. نشوف ما في الخطوط اللي بتعرف عليها. ايوه على الجنب مخفينا كامل مع الرفر مع قدام الاناره. شوفها حلوه. شوف النبات الفرامل كل اصطبات LED. شوف لما تريبس وين هنا. على فكرة في إنارة بروجيكتر على الأرض. أيوة زي الجنس وزي السيارة. أيوة مثل جي بي 70 والإيد. أيوة وشوف عندك الكفر يلف يلف على ثلاث درجات فيقلل لك محور الالتفاف. أيوة يصغر لك اللفة بالمواقف. شوف شوف سلام.
سلام يا ناس، والله جاهز للموت ربح. جميل والله. هنشت. كم أول شيء تعذرون يا الغالين بمشكلة المايك. اليوم انقردنا بالمايك، ما أدري وش السالفة، مرة يقطع مرة لما جبك، فأنواع الحوزة. هنا قدمت السيارة ورجعتها، بوعدكم وعد بإذن الله رجعت للرياض إن شاء الله بأقرب فرصة راح نجرب لكم. تقديم والترجيع بنفس الريموت، الأغلب البعض السيارات حتى اللي تذكرون قبل اللي جربناه والسنتافي الفول كام في التقديم والترجيع، هي ميزة حلوة صراحة يعني بالمواقف تقدم وترجع، يعني تعتبر ميزة حلوة. ومستشعر بعد يضرب بريك أول ما يصير قدامه أحد. شكرا لكم من اضاءات اضاءات الترحيبيه. شوف خليني اوريكم شلون تقدم. اشغل اول شيء تشغل الموتر، تشغل عن بعد، بعدين تقدمها بالشكل هذا. هو ابوك يلعز ما شاء الله، لا فيها تنبيت صادم، اي شخص قدامه كائن حي على طول ابريك. بالله عطنا من ورا يا ذيب. شوف الاضاءات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، على طول حساسات مستشعرات في كل مكان ما شاء الله تبارك الله. والله ياهو جميل الموتر يا ناس، اقسم بالله جميل. شوف الاضاءات المحيطيه، شوف شوف شوف، حتى هنا في ال ايش يسمونه الرساله الوداعيه، الرساله الترحيبيه والوداعيه. لا ورنا المفتاح، علق شوف شلون يسكر الحين، تعلق على الزر حق القفل، اول شيء تضغط ضغطه. شوف شوف ما شاء الله تبارك الله، اربع ابواب. بس لو مكبرين الشاشة، أنا جربت ركبت قدام مكان السواق، الحين نركب ورا. ورا الله حق الأطوال بتصير شوي ضيق عليها ورا. خليك خليك عندك. شوف شوف. أوكي. هي بعد انسداحة. عيني هذه هي تشوفونها. أنا المفروض إنها كمان تتقدم. بيله دبره بيله دبره، والله يبيلك دوره ست شهور لين تحفظ كل شيء به ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله، شوفوا النعومه، الموتر ناعم بشكل عجيب، العزل كل شيء. بس خلصنا يا غالين، الاسعار تو ما نزلت بس بناخذ ونشوف كم يقولون لنا، لانه ما نزلت هي بشكل رسمي لحد الان، بس اذا اعطونا الاسعار راح يكتب لكم بالوصف ان شاء الله. واعذرونا على التغطية السريعة والتصوير السريعة، تخبرون اعلاميين ما شاء الله عددهم كبير، فحتى الوقت ما امدانا صراحة نصور لكم كل شيء ان شاء الله. بس طبعا ان شاء الله باذن الله راح اصور لكم بالتفصيل ان شاء الله باذن العزيز الحكيم. انا رواقي وانا اخذ الام زين. شوف الكرسي شلون تقدم. بس خلصنا غاليين، اعذرونا على التغطية السريعة، ان شاء الله ناخذه ونفصل لكم بالتفصيل. في امان الله وبحفظ الكريم.